وسام فارس ممثل شاب عرفناه بأدوار بارزة، أدوار فيها تحدي كتير، وحالياً عم نشوفه خلال شهر رمضان الفضيل عبر شاشة الام تي في بالهيبة الحصاد، دايماً مشاغب مش معقول. بونجور وسام. بونجور. بس لا ليه ليه دايماً هيك فيه هيك، بس تكون أخذ الأدوار الشريرة يعني حتى بس فتت على استوديو انقذت أنا هلأ اليوم. لا هلأ لأنه مأخر بالسهرة مبارح وهيك وجاي من هيك. آه بس شوي تعب يعني إذا تعب هيك كيف إذا كنت نشيط معناتها. بس في شغلة إيه بحس أنه دايماً بالأدوار المشاغبة ما بعرف ليه بحس أنه بعلم عند العالم بحسوني أنه أنا هيك بالحياة أساساً، مع أنه لعب أدوار مني ما كنت أبداً ما بكون أبداً مشاغب فيها، بالعكس بكون الشاب المغروم واللي البسينة بتكله أكلاته. وشفناك بدور بومشيت إذا مش غلطانة خيال كارين أنه كنت كتير الواعي والمسالم والناضج بالعائلة وعم بتجرب تلاقي الحلول، بس غريب ليه دايماً الأدوار مش هقول شريرة بس أنه الأدوار مستفزة مستفزة شوي بعتقد، وهذا الدور هيك كتير كتير مستفز هذا الدور، وهلا عم حسه من العالم كل الوقت. يعني ما بخبرك على السوشيال ميديا شو عم بيصير فيه، المسجز اللي عم تصلي على السوشيال عم تكلها مزبوط. ايه كتير. أنا كمان هيك كان عبالي، بس بما أنه هن قايمين بالواجب فرح بس دورك إذا بدنا نحكي الحقيقة يعني منه دور عاطل، الشخصية هي شخصية عم تاخد بحقها، عم بتجرب تكون هي مرتاحة، ما تخلي حدا يسيطر عليها، ما تخلي شخص يطلع فوقها، يعني إذا فينا نقول ليه هالقد عم بيكون عم بيستفز الناس، يعني متعاطفين مع فئة ضد فئة كأن. بعتقد الناس ناسي إنه ناسي تاريخ هيدا الشخصية، يعني ناسي إنه هيدا بيو انظلم فعلياً، انقتل ظلم، يعني سليمان السعيد انقتل ظلم ما كان له علاقة بموتة بيو لجبل، وناسين إنه صهره كمان قتل، وناسين الشيء اللي انعمل بأخته، فبعتقد هالشيء طبيعي لهالشخصية تكون عم تتصرف هيك، والناس نسيوها. وما بدك تنسي إنه العالم خلص متعاطفة، عاملة ايدنتيفيكاسيون مع البطل، مين ما بده يعكر له مزاجه للبطل بدهم يكرهوه. وأنا بعتقد كمان أكثر بعد على سامي لأنه مش طالع بإيده شيء، ولأنه منه يعني ما عنده الجيش اللي عنده نيابة شيخ الجبل، هذا اللي عم يستفزهم بعد أكثر، إنه هذا شخص إنه فعليا إذا بتشوف الشخصية كيف إنه ما قدر يعمل شيء، بس برضو عم بينكوز فيهم وعم بيحركش فيهم، فهذا الشيء اللي عم يستفز العالم بعد أكثر، إنه مين هيدا اللي عم بينكوز بجبل شيخ إنه إف خلص ايه وقف يعني خلينا نكمل القصة ايه يعني شو هالبرغش يزيحوبة. خلينا نشوف مشهد أحمد تعال شوف صاحبك أحمد. لك أنت شو جايبك هلأ؟ كنت مارق قلت بجي بشوفك وبشرب فنجان شاي، ولا أقول لك يا يوسف عصرنا شوية جزر، بقولوا الجزر بأول نظر، ولا شو يا قرابتي؟ وحد الله يا ابني. شو قلنا يا ابو احمد؟ بدنا نشرب عصير. هيدي قهوة، اللي بده يشرب عصير يطلع يشرب برا. عم تزعبني يا ابو احمد؟ شو قصتك يا صاحبي؟ احمد الله يرضى عليك يا ابني، خد صاحبك وطلع لبرا. قوم خيي قوم، قوم عزمك على الغدا قوم. هلا من كل عقلك خايف؟ شو يا ابو احمد؟ شو يا احمد؟ يا جماعة حدا شايف شيء غلط؟ حدا شايف شيء غريب؟ حدا شايف شيء أنا مش شايفه؟ أنا بقول لك شو شايف، عيونه له، شعراته له. لا 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 سمعت يعني مسلسل بيجمع بين جيلين من الممثلين الكبار، الجيل القديم الجيل الجديد، كيف هالخبرة بتلاقيها؟ خصوصي أنه كمان مخرج مبدع يلي اسمه سامر برقاوي، بنوجه له تحية كمان. أنا بدي وجه له تحية كتير كبيرة لأستاذ سامر، وبدي أشكره على بمقابلة معينة كان عم يحكي فيها، قال أنه هو كان حاطط ثقة وعنده مشروع لبعدين بجيل جديد من الشباب يمكن كانوا بالظل، وذكر اسمي واسم سعيد سرحان. وبدي اشكره على هذه الثقه الكبيره يلي حطها فينا ويلي خاطر فينا بهذا المسلسل. بالنسبه للممثلين كان عندي انا يعني اول نهار تصوير بتذكر كيف كنت رايح على التصوير، كنت رايح موتر كثير لانه انا شخصيه جديده جاي على هذا المسلسل يلي له جزئين سنتين عم ينعرض، كل الشخصيات اللي موجوده فيه اوريدي اثبتت حالها، عارفه حالها، عارفه كل شخصيه وين خطها،
كيف عم يلعب الأداء، وأنا حسيت حالي جاية مثل إضافة وبدي لاقي حالي بين هالشخصيات. بالعادة أنت بس تفوتي بمسلسل جديد تبقى أنت والممثل اللي بوجهك عم تكتشفي خط كل شخصية وكيف تتعاطى مع كل شخصية ومع كل شيء. فبس بدي أقوله بدك تثبت وجودك يعني. صح، إنه شوية إثبات وجود على شوية كمان الأكيب من إخراج للممثلين لكلهم كانوا حاضنين، يعني الكل كان داعم، ويعني بتحسيهم مثل العائلة. يعني ما بولا لحظة بتحسي حالك غريبة عن هذا الشيء، أو بولا لحظة بيحسسوك أنه أنت جاي على جزء ثالث، بتحسي أنه نحن هذا العمل عم بلشه من هلأ من أول وجديد. نعم، قبلت بهالدور لأنه الهيبة، لأنه الهيبة يلي نجح على موسمين بشكل كتير كتير كبير، أو قبلت بهالدور لأنه حبيت الدور؟ ما فكرت لأنه الهيبة صراحة. أول شيء إخراج أستاذ سامر برقاوي. نعم، مش شغل ابدا مع استاذ سامر انا. ثاني شيء الشخصيه لقيتها كثير، يعني بحب العب هيك شخصيه، بحب العب شخصيه تكون مزعجه. مش مزعجه اكثر من تزعجنا انت خلص. لا مش مزعجه اكثر من انه عايشه، يعني فيها نبض، فيها عصب، عرفتي؟ بتعمل شيء. وكمان هذا اول تعامل لي مع شركه صباح، فمن كل النواحي لقيت انه واكيد ضيفي علي انه هذا مسلسل هيبه، يعني ما فينا ننكر الموضوع ابدا. بس لو ما هو اللي كلهم كانوا مجتمعين ما بعرف اذا كنت باخذه ولا لا. وسام، مسلسل هالقد نجح، انتاج كبير، اخراج محترف جدا جدا، وممثلين كبار، شو يلي بتحسه اكثر شيء بغرك بهيك مسلسل؟ هل هو وجود هيك ممثلين؟ هل هو الانتاج الضخم؟ قلت لنا انه الاخراج اكيد هيدا شغله اكيده، هل هو السيناريو؟ هل يعني لك كل شيء بيلعب دوره بهيك مسلسل. باي دور بدك تاخذيه في كل شيء بيلعب دوره. مسلسل بان عرب، ما بدنا ننسى انه هذا الشيء نحن هلا كممثلين عم ننبش على هذا الشيء، لانه عم بيصيروا كل المسلسلات عم يتجهوا على انه نوصل للعالم العربي ككل. هذا بيساعد. الانتاج الضخم، مين بيزعل انه عم يشتغل على مسلسل انتاج ضخم؟ أكيد. وبالكتابه بيريح يعني هذا صح، يعني كثير مريح لك توصالي على ست انت كل شيء منظم، كل شيء مأمن، كل شيء موجود، راحتك يعني راح توصلي انت قاعده مرتاحه، تشتغلي مرتاحه، المخرج بيريح، الكاتب موجود على السيت معك، اي شيء في معك ومدقق لغوي ايضا، في معك حتى اكتنج كوتش موجود على على السيت، يعني انه ما بعرف اذا يعني مش مسموح انه يكون في غلط بقى. الغلط بصير، بس ايه يعني قد ما فيكي بتجربي انه ما يكون في غلط. صح. علما انه اشتغلت كمان بمسلسلات انتاج محلي وكنت كمان عم تنجح فيهم وكانوا ناجحين، مثل ما كنا عم نقول مثل ومشيت، شاركت ايضا بفيلم كتير كبير وكانت مشاركه كبيره ايضا. اليوم وينك من السينما وشو الاشياء اللي عم تتحضر بعد؟ السينما اليوم بلبنان ما في شيء. في فيلمين اجنبيه تصوروا وانعرضوا من 4 أشهر تقريبا كان البريمير تبعهم. فيلم هو فيلم سوري بس انتاج فرنسي وعم ينعرض بفرنسا، وفي فيلم ثاني كندي عم ينعرض بكندا. بلبنان ما في شغل على شيء سينما. وعلى فكره من فيلم كثير كبير استاذ سامر برقاوي شافني بفيلم كثير كبير، هذا هو الشيء يلي حبني فيه لطلبوني على هذا المسلسل. هذا واحد من ألذ الأفلام اللي أعطاني لذة تمثيل، يعني لذة تحضير أنك تشتغلي على فيلم ولذة أنه نحضره كمان أول مرة وتاني مرة وأكثر. مرسي. وشو عنا مسلسلات جديدة؟ في مسلسل سباعية تصورت بسوريا رح ينعرض بعد رمضان، إخراج مروان بركات مع وسام حنا وسينتي خليفة وناتاشا الشوفاني. وفي مسلسل هلأ عم يتصور بالقلب إخراج جوليان معلوف جي 8 برودكشن مع سارة بكنعان وبديع أبو شقرة وجابرييل يمين وكارمن البوس وكثير من الممثلين. هذا المسلسل
نعم. شخصيتي كليا غير عن شخصية سامي. إن شاء الله يعني شوية بيسحبوا المثبت يلي أكلتها فكرة بتشوفه خير إن شاء الله. وهذا واحد من المسلسلات يلي كتير استمتعت بالشغل عليه. إن شاء الله بنفرح فيك مع ريما بشهر رمضان الفضيل بعد رمضان إذا بعد رمضان هيدي هنت لك. أنا شكرا لك وسام فارس, وأكيد بتتابعه وسام بمسلسل الهيبة الحصاد عبر شاشة الام تي في خلال شهر رمضان. هيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم, أكيد موعد بجدد كل يوم عبر شاشة الام تي في. بدي أتمنى لكم ويك أنت حلو. باي باي.